هاي everyone، وياكم مس هين. شوكم صف ثالث، ان شاء الله بتكونوا بخير بعد الاخبار الجديده صراحه اللي انا احسها جدا من صالحكم. طبعا congratulations، مبروك، تستاهلون. ان شاء الله يا ربي تعرفون تستغلون هذا الشيء اللي انطاكم اياه التربيه، انه حذفوا لكم 4 يونتات، يعني من الفايف والسكس والسفن والايت. نقدر نقول احنا بعدنا بس 3 يونتات، لازم نسيطر على الوضع، لازم نجيب درجات عالية. لا تفكروا لي والله ها أريد أنجح، لا، نجيب درجات عالية، لأنه الميزات اللي باقتنا سهلة إن شاء الله حتى سوية إن شاء الله يا ربي نوصل للمية. وارجع وأكد ماما أي سؤال أي شيء ما فاهمي، بس كتبوا لي جواب بالكومنت وأنا ما عندي أي مشكلة أرجع أعيد لكم الشرح. تمام، راح أبدي اليوم أول موضوع اللي هو there is with there are. طبعا أنا حشرح مواضيع ما أقول بصورة سريعة، لا راح أنطيكم شلون يقول الزبدة ما الموضوع ونحل أسئلة وزارية عليه. تمام، أول موضوع عندنا there is with there are. طبعا الموضوع كلش سهل، على شنو يعتمد؟ يعتمد أن إحنا الإز للمفرد، الآر للجمع. المفرد إيش بيه؟ طبعا يحط لي فراغ، بعد الفراغ لازم يكون عندي اسم مفرد. الأسماء المفردة غالبا ما تكون مسبوقة بأ أو آن. الأو الآن بعد الفراغ نشوفها رأسا نقول إنه هو مفرد، نختار له إز. أوكي، للنفي there isn't، والسؤال نقلبها صار is there. هاي شغلة معروفة، وإحنا هذا standard ماخذي من الصفوف، العفو من الأول والثاني إلى أن وصلنا للثالث. للجمع ما يجي بعدها أو أن، دير بالكم لأنه هي أصلاً already شنو جمع، فما عندي أو أن. أوكي، للنفي شو صير there aren't، والسؤال are there. طبعاً تكون العفو بعد الفراغ يكون اسم جمع يعني بي اس، فنعرف انه هذا جمع. واعتقد ان تقدر تميز الجمع من المفرد، مو صح؟ بس شغله اعطيكم اياها ملاحظه، الآو الآن احنا الآن نستخدمها للاسماء اللي تبلش بشنو قبل الاسماء اللي تبلش بحرف، صحيح؟ والآن الاسماء اللي تبلش بحرف عله. اوكي، شنو احرف العله؟ شنو احرف العله اللي عندنا؟ لازم نكون نعرفها. ا يو اي اي والاو، مو هاي شبيهة احرف العلة. هاي منو؟ اذا كان الاسم مسبوق العفو مبدوء بذني الاحرف ان تسبقها، اذا كان عادي ا، يعني مثلا بوك بي ابوك، ابل ان ابل. هاي ما صغار بس مرة جابوها بالوزاري، وانه راد من عند جاب يمكن اي يونغ مان وقال له الو ان، فاحنا ليش نحط فد عام تستفهم على نفسنا كل شيء ناخذ. تمام، عندنا it has، طبعا I have a problem here، واللي has الهاز نانا سوت لي مشكلة مثل ما تشوفون. it's okay، it has تحتوي على يحتوي على أو يوجد في، تأتي مع الأسماء المفردة، باع عليه إن شاء الله. هنا عندي it has تجي بصيغتين، أما يجي لك إياها نفي أو يقول لك سوي لها سؤال. ليش؟ الفكرة من الموضوع وين؟ الفكرة من الموضوع أنت لازم تعرف شلون تنفي الـ it has. تنفي بـ it doesn't have. It doesn't have. والسؤال does it have؟ من تحفظ ذني الاثنين أنا أقول لك ياها من عندي. هاي تجي بس حتى يعرف، أنت تعرف بالنفي شلون تصير وبالسؤال شلون تصير. أنت احفظ لي هاي، إذا جاي لك قال لك أريد it has مثلا جملة عادية، it has مثلا سوبر ماركت. يقول لك question، يقول لك does it have، أو يقول لك negative it doesn't have. احفظ ذني وما عليك علاقة. اوكي، لا تدوخ بيها وين تجي وشلون تجي وشلون احطها بالجملة. تمام، راح نجي نحل. number one، فراغ library. اجاني هنا ايش عندي؟ عندي key، نطلع المفتاح مال حل. a library in the school علامة استفهام. من نطلع علامة استفهام معناها عندي سؤال، من نطلع يعني مفرد. are there طبعا لا عندي مفرد، is there صح. اذا نحط الجواب يكون is there. 2، it has a supermarket. it has a supermarket. change into negative. شو يريد؟ نفي. شو راح اقول؟ انتبه علي، راح اقول it doesn't have a supermarket. It doesn't have a supermarket. Okay?
امشي ركز وين على ال it doesn't have بس جديد في الصيغة اللي هي يقولي negative أو يقولي سؤال انت احفظ منه في it doesn't have بالسؤال does it have that's all okay the last one young man was missing in the mall الو ان شو عندي بدت لي حرف صحيح لو علة صحيح شو راح اقول a young man okay اذا بلغت لي بحرف علة راح احط الان كلش سهل وواضح وحرامات نغلط بيه اوكي الان هو صراحة احسه احنا نسميه مقبلات بالبداية بعد ما دخلنا بالاشياء الدسمة اوكي نجي على الموضوع الثاني اللي هو هم اعتبره اني بعدنا بالبداية اوكي هم بعدنا بشغلات البسيطة اللي احنا لحد الان نمشي ونجمع درجات اوكي زين الموضوع اللي هو telling the time telling the time اللي هو قراءة الوقت او قراءة الساعة انتبهوا يا ماما الساعة هي بيها طريقتين ان انت تقراها انا صراحة اركز على هاي الطريقة وانت لازم تختار لك طريقة واحدة يعني لو هاي لو هاي حتى تعرف تركز زين الطريقة مالتي اني شنو انه انت تقرا الساعة بالطريقة التالية اللي هي اول شيء تذكر الساعة بعدين وراها الدقائق يعني مثلا اول شيء اقرا اقول هاي الساعة بيش it is 6 11 it is 11 18 عرفت شلون يعني اجي اقرا اولا الساعة ثم الدقائق يعني ما راح اجيك على هاي الطريقة اللي هي ام الهالف نص كوارتر لا ما اريد هاي اللي ها اسهل حتى لا تقعد مثلا ما تعرف تكتب املاء او تغلط اهم شيء تحفظوا لي الارقام هسه راح تقولون واو احنا حافظيها ولا شيء تقولين لا اكو هوايه من عندكم ما حافظين الارقام الارقام تحفظوها تقعد تكتب من الوان الى 60 تقعد تكتب من رقم 1 الى 60 تعرف تكتبها تعرف تكتبها ما تعرف تكتبها خلاص تعلمها لا تقولي انا اعرف تمام ماما لأنه هواية بيكم أنا أعرف حرامات تروح على درجة بالإملاء وأنا من الناس اللي من أجل صح حقك غلطان اللي برقم صراحة سوري لازم أحط لك زيرو لأن صرت ثالث وما حافظ أرقام ترى ذا شيم نيجي شو راح أكتب it is انتبه على طريقة الحياة ماما طبعا راح أحط لك هيجي وبين قوسين أقول لك tell the time tell the time طيب الوقت راح أقول له it is six It is 11 18 تمام إذا كان رقم الساعة بالسؤال أكثر من 12 فنطرح منه 12 يعني هسه عندي هنا 19 وعندي هنا 23 شو راح أسوي أقول ناقص 12 نفس الحالة ناقص 12 19 ناقص 12 قي يبقى لي 19 تنقص 12 7 شو راح أقول it is 7 شو قيد الدقائق it is 7 15 اوكي زين هنا 23 ناقص 12 11 it is 11 it is 11 شنو 11:30 30 دقيقة اوكي كل اللي عليك تحفظ ارقام وخلاص اذا كانت الساعة اذا الساعة كانت شبيهة ضبط يعني ما تحتوي على دقائق ايش نستخدم كلمة o'clock ايش نستخدم كلمة o'clock وحسب الترتيب التالي يعني مثلا من يقول الساعة 9 ضبط راح اقول it is 9 o'clock بالسبعة 7 o'clock يعني راح اقول it is انتبه علي it is راح اصير 9 o'clock it is 9 o'clock او it is 10 o'clock it is 7 o'clock احط o'clock معناها عندي ضبط اوكي ان شاء الله اكون فهمناها كلش سهلة حرامات اول شيء تحفظ الارقام ثاني شيء تعرف أول شيء تذكر ساعة بعدين تذكر دقائق that's all إذا الساعة كانت أكثر من رقم 12 تطرح من عند 12 يطلع لك الناس اللي جيت وتكمل الساعة فهمنا سهلة نروح على الموضوع اللي بعده هنا راح نجي على المضارع المستمر هنا ركز لي بالمضارع المستمر لأنه مهم المضارع المستمر يا الله المستمر اللي هو the present continuous القاعدة شو تقول subject تمام is am are verb with ing Subject is am are
verb with ing. السبجكت شنو عندي؟ he, she, it. شتاخذ؟ is. he is, she is, it is. I am, they are, you are, we are. verb with ing. تمام؟ زين. he negative. مثلا they are working at hospital. they فاعل. are فعل مساعد. working ing. طب حالة النفي طبعا بالنيجاتيف بس ننفي. is شو تصير؟ isn't. am am not. are aren't. he isn't playing football. تمام؟ طبعا انا دا اشرح بصورة سريعة لان هي revision. اوكي؟ فخلي بالك هذا revision مراجعة. يعني بدي اشرح الموضوع من يعني بدي اشرح الموضوع اول مرة عشان حطيت لك الفاعل وشنو ياخذ ويا من ذني. بس انا اذا اسد اشرح مراجعة وانت اوريدي المفروض تعرفها اذا احتاجيتوا اي موضوع ما عليه. ماما انا راح اشرح بصورة ما اقول سريعة يعني انطيك مثل ما يقولون قلت لكم الزبدة. راح احل اسئلة وزارية. من تحس نفسك فلان موضوع مو كل شفتيها انت بس اكتبي بالكومنت بس ما فهمت هذا الموضوع خلي انا ارجع مرة ثانية اعيد المحاضرة يعني نزل لكتشر كاملة عن الموضوع المعين اللي انت تريده. انا ان شاء الله بس اخلص مراجعة. اوكي بس اخلص مراجعة وزارية كل اليونيتات راح ارجع اركز لك على المواضيع المهمة وانطيك بها محاضرة محاضرة حتى شنو تسيف ببالنا. اوكي زين شنو الدلائل تدل انه زمن مضارع؟ طبعا كل زمن انا عندي دلائل معينة تدل انه هذا الزمن ماضي مضارع بسيط تام مستمر. فهنا انا شنو عندي باعه؟ عندي now at the moment at this time today right now. هاي كلها تدل لي انه عندي زمن continuous بعده مستمر. شو تدل لي؟ الزمن بعده مستمر. اذا نحفظ القاعدة مال continuous شو تقول؟ subject is am are verb with ing verb with ing. بس خلينا نعطيكم ملاحظة على ing قبل لا ابلش بالحل. شوفوا بقى علي الverb with ing. طبعا انا عندي اقول اذا انتهى الverb بالاي تحذف. يعني مثلا عندك الفعل take الاي تحذف تصير تمام. وعندي الفعل run اذا الفعل انتهى بحرف صحيح وقبله حرف علة واحد. حرف صحيح واحد يسبقه حرف علة واحد يضاعف. يعني إذا أنا عندي هنا اثنين علة ما يضاعف اثنين صحيح هم ما يضاعف لازم صحيح علة صحيح. شو راح يصير؟ n n i n g. وهو يغلطون بالفعل eat. تبه علي يجي يقول إيه هذا صحيح وهذا علة مو قبله علة اثنين علة ما سوي شيء بس حط i n g. تمام إذا خلينا نتفق علة سوري صحيح علة صحيح أضاعف مو هاي غيرها علة علة صحيح لا ما أضاعف. تمام هاي حتى نحطها ببالنا حتى لا نغلط فيها حرامات. زين اللي بعدها نيجي على البي. طبعا ركزوا لي هنا دائما يجيب بي طبعا دائما يحط البي حتى شنو يغلطنا. عندما يأتي البي من نشوف نحط لك بين قوسين البي تعال عرف لي شنو اصل البي. ماما البي اصلها is am are. البي اصلها is am are. يعني عندما ياتي بي يجب ان نضع اما is او am are حسب منه حسب الفاعل. يعني من اشوف بي ارجع على اليمين ارجع على قبله. هسه راح احل هاي الجمله راح تفتهم شنو انا اقصد. اوكي زين بحالة النفي قلت لكم ال is isn't ال are aren't ال am am not. في حالة السؤال يقدم الفعل المساعد على الفاعل. يعني مثلا they are they he is he. اوكي بهاي الطريقة تكون السؤال. انتبه لي على اول جملة she be cooking dinner now. she be cooking dinner now. نعطيني correct صحيح. أنا إيش قلت؟ قلت البي شنو أصلها؟ البي شنو أصلها؟ is am are. على من أعتمد؟ على الشي. راح أكتب she. الشي إيش تأخذ؟ is. إذا البي شي صير is حسب اللي قبله. إذا هذا she وhe وit هذا يصير is.
they, we, you, هذا يصير R. هذا I يصير am. She is cooking dinner. Dinner, sorry. Dinner now. That's all. Okay. شلون عرفنا هذا continuous من ING من بين. زين. اثنين. Am ate the fish. نعطيني فعل ماضي. ويجي يقول لي correct the verb. I am. شنو الصير؟ I am eating. I am. رجعة مضارع. أضاعف لا. ليش؟ أنا عندي حرف علة. Eating. Okay. زين. آخر شيء. Muna drank the water. The water. Present continuous. يقول لي تعاي سويها مضارع مستمر. كلش سهل راح اقول مو انتبه اهو يغلطون بشغله منى او شي يجون راسا انه اوكي كونتينوس احط المنى احط درينكينج زين امي وين انا شنو اكو مو انا عندي لازم احط از ام ار منى تاخذ از انتبه لازم تحط الفعل المساعد يعني اذا انت راسا قلت منى درينكينج هذا غلط زين وين الفعل المساعد منى از درينكينج منى is drinking the water. تمام؟ واضح؟ ما أعتقد بي يعني شيء ما مفهوم كله واضح وسهل. أوكي؟ هسه راح أجي ماما على ال past continuous. أنا شرحت ال present continuous خلصت من عنده. هسه أجي على ال past continuous. القاعدة ما تقول subject. Was, were, verb with ing نفس القاعدة اللي أخذناها بالpresent بالضبط لكن الاختلاف هو ال was وال were يعني مثلاً ال he و she و it تاخذ was they we you تاخذ were okay وال I أيضاً تاخذ شنو was نفس ال حكينا على ال verb with ing قلنا إذا ينتهي ب e تحذف ويضاف ing وإذا إجى ينتهي بحرف صحيح يسبقه حرف علة واحد فقط فنضاعف بهاي الحالة تمام ماما زين الدلائل طبعا أعطي جملة قبل لا أدخل بالدلائل she was working at the mall نفس ريتش بالضبط أقدر أحط وياها أي دليل مثلا yesterday last week last month الدلائل اللي تدل إنه هذا زمن ماضي yesterday last week last year last month last night كلها هاي تدل إنه زمن شبيه في الماضي أوكي هي هاي احنا كل زمن هسه راح ندرسه ناخذ وياه دلائل يعني continuous ال present كنا now at the moment at this time right now هنا لا كل شيء يدل على الماضي هو ماضي مستمر تمام زين راح نيجي على الشغله الثانيه اللي هي عندما ياتي بي هذا هناك مو قلنا اذا بي is am are هنا من يجي بي شنو نضع was were حسب منو هم حسب الفاعل يعني اذا قال لي she بين قوسين be شي يصير was they بين قوسين be شي يصير were عرفنا شلون في حالة النفي ال was شو يصير wasn't وال were weren't بحالة السؤال اللي هي question يقدم الفعل المساعد على الفاعل تمام هاي كلها نعرفها احنا يعني مثلا يقول لي she was يصير was she والتكملة اللي عنده بيها سؤال ماما يقول لي وإن شاء الله هم قلت لكم اللي عنده مثلاً خلال أنا دا أراجع بصورة مبسطة ودا أنطي جمل وزارية أحل اللي يحس عندك خلل معين بأي زمن مثلاً هذا شرحته مثلاً تحس لا مس أريد بعد محاضرة طويلة تقولي لي أكثر أنا ما عندي أي مشكلة بعيني زين راح نجي على هذا نحل الأسئلة اللي أنا أعطيتها اللي هي وزارية number one I be writing English last night. أول شيء last night دلت لي إنه هذا الفعل إيش بي ها هاي طبعا إن شاء الله كلش مهمة. يعني لو ما عندي last night رأسا أقول I am writing. لكن last night قلت لي إنه عندك أنت فعل ماضي. إذا إيش راح أجي أقول I was writing. I was writing English last night. تمام اثنين past continuous
ساماري visit her sister. تعالي سوي ليها past continuous. راح اجي اقول سمارة او شي بكيفكم. دير بالكم تنسون هاي الفقرة. سمارة اش تاخذ؟ was visiting her sister. اوكي حطينا فعل مساعد ومشينا الجملة. زين هسه فهمنا الكونتينيوز البريزنت بالنسبة للباست نفس الشيء، اثنين نفس الخطوات ما عدا انه البريزنت از ام ار والباست واز وير. طبعا كلش سريعة دخون بيها. نجي على الجملة اللي دائما تجي بالامتحان طبعا اللي هي really وال quite. هاي طبعا باعوا ان انا هاي على شنو تعتمد؟ تعتمد خلا اكون صريحة وياكم بالشغلة الاولى على المعنى، تعتمد على اليمن على المعنى. اوكي يعني تعرف معنى مالتها انه انا عندي really جدا، الكوايت نوعا ما. الريلي دائما لما احس الجمله فعلا شيء خطر يعني محتاج شيء قوي اقول ريلي. لما احس الجمله يعني مو كلش خطر يعني نوعا ما فاقول كوايت. زين تاتي على شكل اختيارات ويكون الاختيار على حسب المعنى، يعني من هاي انا اعطيتكم اياها تكون على حسب منو؟ على حسب المعنى. اوكي اكو شغله ثانيه اذا اجى قبل طبعا هاي مرات يعني شلون ينطيها كمساعده، اذا اجى قبل الفراغ هنا ا او ان فاحط really، اذا بعد الفراغ quite. يعني مثلا اقول I really dangerous هيجي. زين خلينا نقرا الجمله الاولى. The machine is فراغ dangerous. You have to be careful. انه هاي آلة خطيرة فانت من اشوف شي dangerous ومبين انه هاي آلة خطيرة وانت لازم تكون careful. لا اكيد راح اخذ really. The machine is really dangerous. You have to be careful. تكون careful حذر. تمام؟ من نشوف جملة تحتاج really تكون حقيقية أكثر وقوية أختار شنو أني؟ أختار really. أما إذا كانت حسيتها يعني أوكي بها مجال لا أختار quite. تمام؟ زين ومثل ما قلت لكم مرات يحطون ادوات تنكير. زين اذا وجدناها قبل الفراغ نحط really، واذا لقيناها بعد الفراغ quite. زين اثنين the exam was فراغ difficult. The exam was فراغ difficult but not like the last year. صعب بس مو مثل السنة اللي راحت. اذا ما تحسوها شغلة مهمة ومصيرية. اذا اقول the exam was quite different but not like the last year. هاي كل سنة تيجي عليها جملة فنحفظها حواس او نعرف انه الكوايت وهي الجمل اللي تيجي قلنا مو ذات اهمية كبيرة. يعني مثل الرلي، الرلي لما تحس الجملة فعلا قوية تحتاج الى رلي. قلت لكم عندكم ادوات تنكير اذا الأ جت هنا قبل الفراغ الأ او الان هاي اختار لها رلي، اذا جت بعد اختار لها كوايت. هاي مساعدة من عنده اذا هو هذا يجيب لكم اياها. ماشي زين هسه راح اجي على the last subject، مو اخر موضوع بيونت 1 لا اخر موضوع بالنسبة الي انا، يعني اخر موضوع راح اشرحها وياكم لليوم حتى نختم المحاضرة الجاية نكمل. يعني فموضوع اللي هو جدا مهم لازم تركزوا عليه كل سنة جاي اللي هو give reason اعطاء سبب. تستخدم العبارات الآتية لإعطاء سبب معين. عندي ثلاث عبارات حتى ننطي سبب. طبعا السؤال يجي يقول لي give reason use كذا. مرات ما يقول لي use، مرات هو يقول لي انت نطي سبب اي جملة تريديها من يمك. اني طبعا اول عبارة هي دائما تجي ودائما يقول so with so. فانت شو تسوي؟ اقرأ ثلاثة فهمها ثلاثة حطوها ببالك. قول هاي في حال جاب لي قال لي give reason بدون ما يذكر لي اي احد اختار من يمين انت اختار الاولى. تقول الجملة الاولى زائد so that اما نحط that او ما تحتاج that you can او can تحسب معنى الجملة ومجرد.
الجملة الثانية to help you مجرد. الثالثة هم من الجملة الأولى so you will أو so you won't زائد فعل مجرد. ركز لي على أول وحدة اللي هي أنا رأيي جدا مهمة وهي اللي راح تجي بالامتحان هاي السنة. تمام؟ أول عبارة اللي هي so. مثلا باعوا you have to study hard. You have to study hard. Pass the exam. Give reason. Use so. زين. أنا إيش راح أقول؟ انتبه علي. راح أقول you have to study hard. ليش؟ So you can pass the exam. يعني كل اللي سويته حطيت so you can بالنص وربطت الجملتين بيها. انت لازم تقرا هواية حتى تنجح بالامتحان. الجملة اللي بعدها school have their own libraries get information you need use help you. يا هي to give reason. يا هي الثانية راح اجي شلون احل. هم اقول schools طبعا كي ما راح يكفي المكان بس راح احاول schools libraries شو راح اقول to help you to help you شنو get information you need. يعني اكمل بس احط to help you اكمل باقي اوكي لما يكفي المجال يعني كلش سهله بس تحطون الجمله الاولى شنو يريد معكم هو عباره اما هاي العباره اللي هي الاولى او الثانيه او الثالثه حسب هو شو يسمعكم وتنزلوها. تمام زين ركزوا على الجملتين البقيه هاي شويه تجي بغير صيغه. يعني شلون؟ يعني ما ينطيني هسه انا شفت بالجملتين الاولى والثانيه انا اكمل احنا هو اعطيني التكمله وانا كملت من عنده يعني ما انا اجيب من يمي. اما بالاثنين البقيه اللي جاوبها هسه يقول لي cars have airbags. Okay. Give reason. Use so. نطاني صح so اللي هي أول اختيار. لكن بين قوسين دي يقول لي أنت كملي من يمك الجملة. أنا أكمل الجملة من يمي. يعني أقول cars have airbags. ليش؟ أقول so that you'll be safe in a crash. إذا صار حادث أو صدام أكون أني safe لأن أنا عندي airbags. فأنا هاي التكملة مين أجيبها من عندي؟ يعني حفظ لكم كم مصطلح بين قوسين. يعني شو راح يصير الحل؟ انتبهوا علي. راح أقول cars have طبعا نزلها كلها الجملة الأولى airbag نفس ما مطلوب من عندي بسؤال الجملة الأولى راح أنزلها الجملة الأولى. زين نحط هسه شنو؟ نحط العبارة اللي عندي اللي هي so تنتبهوا لي على الأولى so that you can. أنا إيش راح أكتب؟ so you can be safe. راح تكون شنو؟ you can be safe in a crash. تكفي أو ما تكفي؟ crash. يلا ما يخاف لازم تكون سيف بالكراش حتى لما يكون حادث او اصطدام انت تكون بالسيف. تمام امن. الاخيره cars have GPS نفس الحاله give reason so انا ايش راح اسوي؟ تبع علي راح اجي اكتب الجمله الاولى cars have GPS so you can't تبع علي ليش حطيت can't get lost. السيارة ما دام بيها جي بي اس انت ما راح تقدر تضيع. مو اقول لي اذا بيها جي بي اس انت راح تضيع يعني اقول له so you can't get lost راح تضيع لانه بيها جي بي اس. هو ليش حطوا جي بي اس غير عمود يدلين الطريق؟ فلازم احط can't حسب الجملة. يعني can't والcan انت والwill والwont انت تتحكم بيها منين؟
من معنى الجملة. يعني مو معقول أقول له أنت عندك جي بي إس حتى تضيع، فش راح أقول له؟ Cars have GPS so you can't get lost. نانا cars have airbag so that you can be safe in the crash. Okay, in a crash. Sorry. نانا لا، هو نطاني الجملة الأولى، هو نطاني الجملة الثانية، أنا بس أربط هاي خب أسهل بعد. تمام. هذا اليوم الآخر موضوع أنا شرحته اللي هو give reason. بالمحاضرة الجاية إن شاء الله عندنا كم موضوع بيونت 1 ونكمل يونت 2 إن شاء الله. مثل ما وصيتكم أي سؤال أي شيء أنتم ما فاهمين بس كتبوا لي بالكومنت جوا، وأنا مستعدة أعيد أي موضوع عندكم بيه خلل. So I will stop here today. Have a good time and bye bye.